بلاك نيل التعريف انه هذا المرض هرس. فاذا امهات الدم الشرياني هي توسع في الوعاء، هو اذا زاد قدره عن 50% من الطفل الحقيقي فنحن بنسميه اصبح مصابي اصبح لا علاقة لها يعني لا بأمه ولا بأبوه، وإنما حتى يعني اللفظ الإغريقي الأنوريزم يعني التوسع لما بس نحن بنلجأ والمراد فيه راح أنا لكن اسمه الدم. إذا لازم تعرفوا مع الدم عشان الدم تعني توسع الوعاء أكثر من 50% من فبالتالي نحن نقول إذا نظرنا إلى هون هيك هذا الوعاء وهذا الوعاء شلون هذا الانتباج وهذا كاس وهو الأشعة المنزلي ممكن تكون بهذا الشكل ممكن بهذا الشكل وبعدين ينفجر وهو الشيء الأخطر. وين بيصير الأوعية الكبيرة وحتى الصغيرة الأشعة هلا امس حكينا انه طلع الخسره او صمي وين بتوقف اكثر شيء تبرعات اكثر محل بالفخذ عند الكبير بعدين وعند توسع ال الباطن والصف ماشي الأبها بيعطي حكمتين أصليين توسع في الثاني الظاهر والباطن عند هذه المنطقة هي الأكثر ماشي نفس الشيء اليوم هذا الدم مو بتصير أنت اللي أعلم هيك شايف الكل وين أكثر شيء بصير مع هذا الدم؟ أشياء شيء هي أبها لكن الاخضر كمان الابر الصدري عندنا نفسيس اسد لاني ضغط دكتور انا الان اليوم ليش بيصير بامر البطن؟ ضغط بطن اكثر؟ هلا هي لها نظريات كثيره ما بعرف اذا حطت مثل هيك مش انا بيقولوا انه وقت الدم تغير نسبه جريان الدم مو مش عندي زراقي بيعطي كلوي بيعطي فالتغير في هالهي هو يؤدي الى رموز الجدار ومع الوقت بيقولوا حتى الرياضيين اللي بيلعبوا الاحتكاك مع العضلات بالعمود البحيني حطوا عدة نظريات تساوي تؤدي الى هاي الموضوع ليش تتوسع امهات الدم. طيب تصنيف امهات الدم شو رايكم كيف تصنفوها؟ طيب انا خلينا نحن بيقولوا صنفوها إما حسب السبب اللي نسميه الإتيولوجي أو الآلية المرضية أو السبب إما تنكسي شو يعني تنكسي؟ الرياضة صدمة عصيدي تنفخ الحبال المتوسطة سوء تصنع أو بسبب الحمل هذا اسمه تنكس يعني السبب مع يعني أدى إلى تخرب نتيجة شيء سبب هذا اسمه تنكس. الميكانيكي رض تضيق مفاقرة سمعية يعني تعرف وقت احنا بنحط الرقعة بس تجي اقل بعدها شو بصير عندها هي الدوامة بتعرف انت وقت بيطلع السائل سكر من الابداس من منطقة ضيقة شو بصير المنطقة شو بيساوي دوامة فبيؤدي الى توسيع التهابي وفي منه ولاد اذا حسب تصنيف حسب الايديولوجي عندي اربع انواع يا تنكسي يا ميكانيكي يا التهابي يا اما ولادي. هي الولاده اهم شيء تستوعبوا بالمرحله طيب حنور معكم الجراحه هذا جدا مطاطي هذا اللي بيكون طويل 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 بدل بوار هيك فجت مطاطي كمان اكثر اذكياء مرة كان معنا طالب عملنا له مرفعة قلت له درس فهو بيعرف مشكلته كانت انه هو طالب مش عارف يعرف انه المرفعة ايش كنت قصته بعدين ينشفي من الابهار بعدين ينطحي وكان يعني هو عارف مسيرة حياته ودرس طب يعني انا شفته عدة سنوات بعد ما فايضا هاي من الاخبار الولاده
إذا حسب الشكل، إذا أول شيء قلنا حسب الآلية، أربع أنواع حسب الشكل، إما كيسية أو منزلية أو مسلخة، يعني حسب الحجم، في كبيرة في أقدام تشوف أدرس وفي أقدام صغير. إذا الحجم أيضا فينا نحدد الموقع، يعني هل هي مركزية في الأبهى الأبهى الصدري البطني أو أنه تكون وقلنا حسن البني، حسن البني مقصود أنه هل هذا الجدار كامل ولا هو شوية سوائل لا سربت فالنسيج عمل عمل حوالي جوف فصار في شكل كاسب. إذا هي إذا الأمهات الدم الحقيقي والكاسبي الحقيقية هي توسع بالطبقات الثلاث في جدار مهم، معنى طبقات جدار الشريان خطوة بالنسج خطوة بالهيك طبقة داخلية طبقة متوسطة ما بين الغربية وطبقة خارجية. إذا الأم الدم الحقيقية بتكون توسع كل طبقات بينما بالكاز عادة بتكون ما عندي غير طبقة واحدة مسألة الشريان وإذا نسيج ضام وعمل هو جدار بهذه أمهات الدم الأبا البطني تحت كله. ليش أنا حطيت لأنه هذه أشياء الدم بتشوفها هي اللي يعني بحسب الشائع والدارج هي إنه تصير عندي حب الدم تحت الأبهار الأبهار البطني تحت تفرع الكليين. طبعاً فوق الكليين شو كان يكون جزء الغلاف وصارج علم آخر. إذا تحته بيصير طبعا القطر الابهر زاد 50% من القطر الطبيعي طبعا الذكور اكثر من القطر الابهر حسب الحجم يعني حتى الذكور يعني اللي طوله 160 ممكن طوله 190 اللي وزنه 46 ممكن وزنه 100 يعني تتناسب تتناسب الاوعيه مع الحجم. عادة عند الذكور احنا بنقول انه صار عندي دم ابهر اذا صار عندي الابهر بطني 3 سم والطبيعي عنده من 13 ل 24 يعني اكثر لكن اذا صار عندي 3 سم معناته بكون عندي مصاب بالدم. عند النساء اذا 2.6 طبعا الحقيقه انه بتشوف انه الدم بتكبر بصير واقع على كتر بتصل 5 سم او 10 سم حسب اهمالها حسب ليش كيف صار المعالجه. قلنا ان الامهات دم الابر هي الاكثر شيوعا والبطنيه هي الاشهر هي الكلويه وعاده بنشوفها عند الرجال ما بين 50 سنه النساء بتاخر عندهم 30 60 بصوا يعني بصير النساء 10 سنين بدون ابر سوية لانه هو بيقول بصير 10 سنين والله مروق لا ما مره سوية طيب وعادة إصابة الذكور بالإناث يعني الناس أكثر عدة مرات هي الأشياء عند الذكور وما نبص عليها يعني عدة الذكور هي الأشياء 3 أضعاف إلى 4 أضعاف فتصل 8 أضعاف دراسة قديمة أكثر ما تكون هي عصيدية المنشأ أما الالتهابية فبتشكل 5% أكثر شيء هي بتشوف الموقف النزلي يعني دائما بشوف البطن مثل البزاق مثل ما قلنا لكم بدا ما تجاوز 3 سم على البطن قد يصل ل 15 سم يعني الحقيقه بتشوفها بشكل كبير جدا حتى انت في ايدك على البطن بتجسر بتجسر اذا هي بشكل 80% قلنا تحويل كل الفئات قد تصل الحروفيين في ربع الحالات وممكن تكون مع تخزين مرضي ب 20% من الحالات وفقط 2% تكون الكلويات. اذا الاشعة هي تحت الكلويات 80% اشعة اشعة عند الشرايين في الحقيقة نعم دكتور نحن بنحكي عن مادة حقيقية مش مفهوم يعني مادة حقيقية امهات دم حقيقية اي طبعا هي هي مسكنا على الانسان هي حناخذ شوي على امهات دم الكاز هي دمات دم الكاز هي كل اي سبب انت عامل مفاغره سربت من حواليها عند الدم
طيب اهم تهلاش مخاوف معلش تمزق والنزف اي كأنه قمله موجود ما راح اجدد على اللي كحلاته بالسياره او معه نزل على الباك هيك طيش عنده يعني نزف ممكن ينزف اذا كنا مصيري او من شرايين الدماغ او ممكن حتى اذا عنده قمله على الخضه ممكن كذا حضور التمزق اذا كان 5 سم فاقل قديش نسبه التمزقات؟ 1% هاي شباب الارقام مهمه يعني اذا كانت صغيره تمزق لكن اذا صارت بين 5 و 10 سم بكون عفوا بين 5 و 7 10% تمزق لكن اذا فوق 7 حتصل لربع يعني هي رقم كبير اذا كل ما بتزيد حجمها زاد ليش انه كل ما تفضل مثل بالون انفخوا شوي بتلاقي سبيد كل ما نفختوا اكثر تعالوا تنفخوا بعدين جبسوا فيه حكيم ايش هذا اللي حكيت لكم يعني يعني انا كطبيب كيف بدي اكشف ام الدم؟ هلا انا ليش عم بعطيك اياها؟ انت شاطر تشخص وتبعت عليك تطبيق معاه على فكره اهم مرحله في حياه الطبيب يمكن بكره تشوفوها يعني انا بالنسبه على الاقل بالنسبه لي كانت هي محطه بالعقل اللي بتشوف كل شيء بعدين وقت تصير باختصاص بصير كثير محدود وقت الله استمتع بمرحله الطب العام حاول تعيش وقت يعني ما تدعو عن مستشفى تدعي اداء هي عيشه بكامله لانه هي الثقافه اللي بتعطيك مخزون كبير بعدها انت بصير بتضيع ضمن اختصاص ضيق وتطورات واختراعات فانت مهمتك في الطب العام انك تعرف مهم الدم تعرف خطوه الدم تشرحها للمريض وتقول له ايش كيف بدك تعالج ولا اذا حكيت لكم انه شو سببها انه هي انه بيتغير حجم اول شيء الابر وقت يكون بيطلع من 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 بيلف وبيرجع كل ما صار باتجاه المحيط بيرفع الحقيقه انه بعد ما ينشا من الكلويات تقريبا من زمن ونص هذا نقول انه له دور انه بصير يضغط على الجدار بيزيد بيصير مثل اذا الجدار ليش عصيت عليه شو بصير الدم في بصير يوسع بصير الضغط تبعه على الجدار كمان انه هي المنطقه اللي فيها تفرعات كثير بسبب الاضطرابات بصير عندي زي اصبع الياف الكولاجين اللي هي اللي بتشكل احنا ما اتفقنا انه الجدار بيكون في المتوسط على كولاجين والياف مريض كثير كل ما قلت كل ما بيضعف بزيد التوتر نفس الشيء انه ال ال عندي الحشوي والزرافي والمصاريف والمصاريف بياخذ تقريبا جزء منه بينزل ربع دم تقريبا بيروح فبينزل حجم الدم ايضا هذا له دور كبير هذا الانخفاض الحاد اللي هي بيروح 22 ايضا للكليتين تقريبا يعني نسبه كثير من الدم تختفي وانعدام الاوعيه المغذيه انعدام الاوعيه المغذيه يعني ما عندنا احنا الشريان بده مين يغذي عاده قريب يا التهاب يا سكري يا كل الامراض اللي تؤدي الى انسداد هذه الاوعيه الصغيره اذا الاوعيه المغذيه وايضا الردود ولقوا نسبه في دراسه تقريبا مش مكتوبه انه عند تفرع الابار مع العجز البطني اللي هو عنده رياضيين لهم علاقه بالرياضه وبتحركوا يؤدي الى رد الدائم على له دور الفكره رابعه انه انت عندك دم فجاه بينزل النص شلون؟ الانخفاض الحاد هيك حكيم نزل توتر على الجدار معناته انا لازم اقل الضغط لا لا طول بعد انت طالع بالضغط فجاه راح نص الدم خفض الضغط ما عندك ضغط صار في منطقه صح شايف شلون؟ يعني هي بتصير مو بتصير بالمنطقه اللي فاصله لانه هو قطع يعني غير ضغط مباشره هذا احد طبعا كل هاي النظريات بنشوف بس لازم يكون عندك فكره عنها وتعرف انه ليش بصير شو هي عوامل الخطوره؟
حيفظوها دائما. عمر تدخين الجنس دائما. بلش من العمر للدخان لسكري للضغط. الإصابات الكليلية فات وتقص العائلي. شو يعني قص عائلي؟ هي القصة العائلي إنه إذا كان 18 ضعف يعني عنده احتمال رقم كثير كبير يعني أخو صنعه أمدام عنده احتمال أكثر من غير 18 وأقرباء درجة أولى 12 ضعف يعني إذا الحياة العائلية لها دور كثير كبير لذلك هون أي دورة شو بتظهر سابقين؟ هالك دور غير 25 دولار لا على ضيق قصص إذا هي أكثر أحيان عم صور بطل عم سوي صدفة يقول لك أنا كأنه في شيء هيك بطل حاسوه لا أنا أقول له منفوخ إذا عندك حياة إنه يعني 75% لا لك شيء الحقيقة لذلك أنت تلاقي واحد وصل قلت له 10 سم وشايف يكون رايح الطريق الأول والثاني والثالث والرابع يعني أسباب ثانية لكن الصوت في ثلاث ارباعهم اي مش عليك شو الله يصدف معك طيب سريريا شو اذا لابد طيب مدام شو هي دوشة بصوت في شو معناتها هذا فحص عام مدى عام بشكل العام اعمال غير عرضي لكن اذا عرضي شو بتساوي هذا موهم أو إذا كان ضغط على شيء أو كنت صار حجم إيه قبل 5 سم صراحة ما تنقص يعني قبل 5 سم ما تنقص أو نفخة بنسمع هون نبضون أنا بعرف نفخة بالصدر ما نسمع نفخة هون ما عندي شيء في تضيق عامل بعد التوسع إذا هي 82 تجلس شايف السؤال راح انخفاض. ما بتسوي انخفاض الضغط؟ نعم. ما بتسوي انخفاض الضغط؟ انخفاض الضغط ما بتسوي انخفاض الضغط؟ ممكن تفارق الضغط. انت عم تاخذ ضغط من هون يعني. ممكن تفارق الضغط من هون. شو الطبيب بياخذ واحد من تحت. هي صراحة بشكل عام بتكشف صدفي صدفي أكثر الحالات أنت عم تساوي أي شيء هي بشكل عام غير الا اذا صار كبير صار سامي الدول او صار رمضان او صار او اذا عنده عوامل خطوره هاي اشياء هلا اذا كان عندي عنده قم دم وعنده الام شو معناتها؟ معناتها عندي قم دم نتيجه احتياج رسوم يخفض يعني افي هي سوداء لذلك الاعراض تكون شديده او صار التوسع حديث سريع أو صار تمزق أو عامل ضغط على بعض الأعضاء يعني مظبوط يعني ضغط على حشر آخر في حدة الأعضاء أما هي توسع الأفراد بحد ذاته كيف بتشخص؟ نرجع لعندك بما أنه أنت اختصاصي الدم تشخيص إيه أنت شكيت الدم شو ما تشخص؟ أنا كنت أتخيل إيكو مثلا أول شيء بنعمل هالصوت الصدر الايكو ما بسيط احسن دكتور ماشي نعم هلا هلا صوره الصدر هي اذا انت شكيت اذا عنده عاده اذا حتى نافذه بين فيها الاشعه عاده بتشوف في مسار على الجدار مثلا شايف هذا الابهار شو نعمل هيك يعني هاي اذا عندك زقشه ضد اشعه جيد هي بتقدر تشوف تصور انت تصور هيك دكتور هون ما في تضخم ابهار كثير؟ متلس كله أنا ما صورة صحيح هذا الكل طيب لكن صراحة الصورة البسيطة هي موجهة ولا فيك تشخص بتقول التكنيك تبعه عاملها هيك أو أخذها على الأد ممكن حارفها ممكن يكون عندك شك لكن أنت شفت إنه أظهر عريض هاي شايف إني أظهر عريض مو إذا أنت ما عندك اذا بنروح للايكو هي الايكو بيعطيك حدود يعني بشكل تقريبا مثل 95 بيعطيك حتى تشوف اذا فيها خسارات شايفين فيها خسارات تحديد الحجم تحديد قطر الابهار
علاقة مع المجاورون. ويمكن انه انت تقول انه هاي مو يا ترى انت جراحة بدي رائبة حجم ضغطة. اذا الايكو هيئة الوسط الاسهل وقلت كيفي غير مؤلم المريض ونسبة التشخيص 95% وبقدر انا ان نسوي يعني متكرر يعني لا في حق مادي ولا يضطر ينام بالمشفى ولا يضطر بياخذ مادي صغيره فممكن انا اقدر رائب فيها بشكل دائم. تسويه طوعي نجي للسيتي سكان هيا سيتي سكان 100% بتصوير صغيره هيا سيتي سكان مع الحقن هيا هم بنعطيهم نقرر نعرف في اصابات جراحه شلون الطريقه قديش حجمها كيف بدنا ندخلها بتحدد لنا منين المدخل الجراحي فسيت سكان هو اللي بيعطينا نستفيد بالخارطه واستطباباتنا وكيف بدنا نسوي هذا العمل. طبعا هذا هو ابهار شايفين كيف نقول الام ار اي هي الام ار اي شايفينه هيك هاي الام ار اي حديث وصراحه الاضاءه كثير عالي مصداقيته 100% بشكل عام لما توفر يجب ان يكون هذا جراحه الام ار اي. هلا الجيل كان القديم جيل قديم هو ما طلع بالثمانينات يعني كان هيك يقدس الغرفه يقعد المريض 45 دقيقه هو بيعطي اصوات بتعرف انه مبدا غير بيطلع المريض مرعوب يعني. هلا لا الجيل اللي بعده الى الاجيال هلا اختصروا الوقت الزمني وكان احسن لكن حقيقه صوره حتى كنت عم تشوف كيف شكل فيلم يعني محرك تشوف ايدك بتعمل تشوف شكل جيد بيعطيك حجم المرض وعلاقته بالجوار ما في داعي نحفظ اي ماده خاصه عند الدكتور كلوي بتعرفوا في ناس اليوم عندها عند الدكتور كلوي خاصه يكون عندي واحد في المرافق يعني انت صار عندك الاردن سنويه او نسبه التلاع او اي شيء ما بتعطي ماده صغيره فتبسم بهذا الطريق. طيب طبعا الام ار اي انه غالي وبتعرفوا الواحد عنده معنى مبسوس اذا عنده رصاص على دوش اذا واحد يركب اي شيء صنعي ما بصير نصيغة بنظرية عادة يعني هو الأشرع يعني كان سابقا سابقا لكن الحقيقة انه ما بيقدر التصوير الصغير يعطيك حجمه لأنه هو عم يسمع أنت عم تحكم عم تشوف جوا هلا إذا عندي خسارات ما عاد تبين حجمها لأنه يعني عم شوف الحجره الداخليه انت تشوف بس الداخل ماشي لذلك ما بيعطيك حساسيه مثل سيت سكان مو مثل الايكو غير مثل حساسيته كثير ضعيفه وخاصه طيب امتى بنعمل تصوير؟ الحقيقه انه اليوم ما عاد بعمل تصوير لكن امتى بنضطر نعمل تصوير صغير؟ الحقيقه اذا كان عندي اعراض شاكك انه انت اليوم عندك سيدات يعني في في اي وعاء اذا كنت انت ناوي تعمل اعاده زرع الشرايين الاثيريه او الشرايين الكلويه اذا كان عندي عضله متقطع اذا كان عندي شك انه عندي كلي من الفرد واذا كان عندي امهات دم خفيف واذا كان واحد عامل له انا عملية اصلاح ناس يعني انا عامل عملية جراحية سابقة ناس و اذا كنت انا بدي اركب شبكة بتعرف احدى العلاجات هذا اليوم التستين كمان يخترع على شكل صغير مش كبير او بدل شو تحط ستين في فوق يعني مسكر انت يعني عن طريق القصة تحطها بتفتحها برمت الراس وبتقدم المساعة نفسها تبع الغريب الصعب لو هيك اذا هذه استطرابات تصوير اذا هي عموما عادة التصوير الظليل هو حساسيته غير جيدة لكن له استطرابات
مو بآسف إذا أنت مو أي واحد يجي عندك تصوير زويل يبي أن أنت شوف فصل أول شيء شو تساوي تعملي أديك قصد عمل السكان ماشي تصوير زويل الحقيقة أنه له تسف بابا مو دائما لا لا بس تبغونا بطلوا كمان بطلوا لا لا له ست بابا هنا حقيقة الملتي سلايس الحقيقة هذا من أحد التصوير هي تعطيك الحياة تبرم الشخص وتقلبه وتنزله في الحياة تصوير كتير مهم إذا كان اليوم من المشاكل الكبيرة لازم مش تصوير يعني ما اليوم أي مش فرعي إذا كان موجود الدول المستقرة لازم يجي هذا قبل العمل الجراحي لتقدر تعمل تدخل أنت بجغرافية المنطقة بتاعت تشريح أكثر بتاعت فالحلقة بتلاقي تصوير شرعي بعد الشرعي طيب احنا ايش مفروض بين المقدم شو يعني تشخص تفريق يعني مش تشخص تفريق مثلا للزائري يوم اذا شو تشخص تفريقي لما تبدا انت اليوم ليش تشك ام هذا او شو ممكن تشك له انت عارف عيالك شكت ام هذا لازم نحط شو احتمالات الثاني عدد احتمالات ممكن افهم متعبين او كتل خطية لا احضر فكرة انه انت ماشي يعني في ابهر متعريض ليش انه ضعيف جداره كون متوسع دكتور طيب ابهر متعريض؟ لا لا كون قدره بس هي الطعجات بتوحي لك هو يعني متعريض لكن مو زايد لا او كل عندي كتل بطية جاي حد الابهر مثل لنفومة مثل سرطانية يعني انت تكون مفكرة انه يجيد من الابهر حتى كثير احنا وقت عم تحبطه من لاي تأتي هي الصدفة تعرف في البطن تأتي لي هل هي هل هي من الأبر ولا لا تقول لك أنا بدأ نبض هي شو بكون عم ينتقل نبض الأبر عم ينتقل ما بيحسب بس أصلا مخاوف تكون إيه الحقيقة إنه يعني تكون عندك صعقة كثير ضعيفة من الوضع عمليات انتفاخ البطن مش كتير مثلا اليوم المشاكل تبعنا بس قبل ما يدخل الواحد مشان يتفاز ليش يصير صغير هي يعني هي اكثر شيء انه يكون عندي اقبل متعرض او شو ممكن نشوف مع امهات الدم؟ هيك انت شو رايك؟ يعني امهات الدم اي شيء انا رايك انه يكون شيء نقص طوي في ظابط هي اكثر شيء هي يعني ثم تاتي بعدين انا دكتور عم بصير زياده بحجم الاوعيه للهمية لازم تصير انخفاض انخفاض لازم نحن الا انخفاض ضغط ارتفاع التوتر بيساوي هي الشغله بتساوي خفيف ارتفاع التوي شيء عكس عملنا دراسه انه يعني والله نسوي اليوم ان شاء الله بعد الافطار هيك عود هيك يحط دكتور ارتفاع التوتر رد فعل مو هيك؟ يدخل بالآلية أم الدم هي رد الفعل أنجيوتنسين وكل الآليات طبعا نعم الحقيقة إنه الارتفاع استقبالات أنت نعمل جراحة أنت بتحب على الجراحة بما إنه أنت مستقبل اختصاص لا لا أنت اليوم هذا المريض بتقولي بجراحة هذا السؤال يعني انت اليوم شخصت شكيت الاعراض ولا طبيت يكون سيت سكان صار عيار بتخليك انت بتقول ان اليوم هذا عم يجي الاعراض اكيد رح توصلتين حجمها اذا كانت تجاوزي 5 عمر الشخص دكتور اذا كان عرضي باي حجم و اذا كانت مؤلمه المؤلمه يعني معناتها عم تنسى واذا كانت عملت له ايكو اليوم بعد فترة عملت ايكو لقيت يعني كان تجاوز الفترة الثالثة لقيت فترة أربعة يعني معناتها هي عم تطير بطريقة سريعة إذا هذه استقبالات دكتور عند الحامل هي تسكر الحامل هي شكل النساء وهذه الطريقة التقليدية إنه قميص نحط بلس كلام هون قطعنا التغيير ونجي من هون نحط وصلت كمبيوتر هون مستوى صنعية حكيم ولا عشان؟ طيب الجراحة قالوا لنا اللي بدي انت ما هي مضادات استطباق الجراحة؟
انت بما انه هو بيرجع للدراسات نعم يوم ان انت ما بتساوي عمليه اعتقد اذا كان الزلمه دكتور لا يفضل ايه دائما خذها يعني اذا واحد حالته تعبان يا اخي تعبان يا اما عنده التهاب او في شيء ايه غيره استنتج شو عنده عصبية إذا كان عنده ارتجاع إذا كان عنده ارتجاع بيخليه عادي إنه ينتظر من قديش شهر ولا أقل شهر يعني إنه ما بيطلع على مريض بالتشريح بيحاول إذا كان عنده قصور قلب يعني هذا عنده قصور قلب معنّي إذا كان عنده عنده مشكلة جائت لي غير معنّي يعني ما تقدر لا يعني انا عم صار لي هذا الاسترس هذا المريض ايضا مستعد للجراحه اذا كان واحد يعني مدنا مع بعض يعني بتوقع انه انت اليوم يعني هو المراحل الاخيره ما في داعي تعرض للجراحه واذا كان شو عنده افات عصبيه ناتجة عن مشكلة دماغي أو حاجز قاعدي هاي مضادات استرخاء الباقي عادة ننتهي دوري بتروع الجراح اللي هو يرفيها كده الأحساء الماس لإجراء الجراح هاي اليوم شلون شو الجراح اللي بيسووها؟ دور الثاني إما بنشوف هاي بنطرون أو عن طريق القسطرة بنحط شايفين شفت الستنت اللي بحطه بالكلينيك نفسه بفوت وبيفرد بتتجاوز فيه هون اهم شيء ما تصير عند الكلية بكون في نقط يعني ما حكي بالتكنيك وبتتجاوز فيها شو اسمه شو وبتبقى تتركها يعني هي بتمنع يعني تمدد هي بتبقى بس ما بتروح بس ما عاد موجوده يعني ضغط المصاب دكتور شو بدي الستنتوني؟ ستنت ما شلون تغيير الشريط القسطرة هي بتفوت انا لها فرعين هيك كلش ايه بتفوت فيها طريقه يعني من وين من وين ولا مش اخي بتفوتوا وحده هيك من وين دخول بتفوتوا الثاني من البدايه بتفوت بس ما حكي بالتكنيك دكتور كيف بتشوف لا ما بستعمل ستنت حمزه الغشيم لا يا شباب هي انا نعم حطينا على الطريق القسطرة بتفتح هي الى الشبكة قطرة ثابت محمية مشان ما تتوسع لا يعني صار بفوت بالشبكة ما عاد عنده حاجز ما في توسع الشبكة مش على وقت يا شباب وقت انا بحط شبكة بحط شبكة خليكم معي حتى وقت بحط شبكة انا بالاكلين ما بحط انا بكون مضيق وبحط انا ستنت بالاكلين الستنت ما بيوسع بتوسع البالون وتحط ستنت محله مشان يتم المجرى ساكت هاتي وسع البالون وبحط ستنت وبحط ستنت بعدها يعني ستنت بوسع يعني انت عم تحط هي ستنت يعني نص لا انا بعد ما وسعت بالاول انا اول ما بلشوا توسيع البالون كنا نوسع ينبسطوا بعد كان يوم ينبسطوا يرجع التدريب فشو قالوا لا نحط احنا شيء ثابت نحط الستنت الستنت عباره عن مجرى ما عاد في قميص ثاني او هيكل حيث ان لا يموت الصليب هاي اللي على جنب بتكون عادي هاي بتكون هذا الطن هو هنا قطر الستنت ثابت قطر الستنت ثابت ايه فانا بحط قطر المناسب لذلك لازم اعمل ام ار اي في السيستم التحويس وتدخل تماما وبحطه بحيث انه نفس القطر يطلع يفتح السكر يعني له تبديل بالخلاص وبالتالي انا برجع هلا اذا كان واحد عنده ام دم اذا عندك انت قاعد بضيعه وعندك ام دم قال لك انا ما بدي اتعالج شو بيصير فيك؟ طيب قديش اسم التمزق؟ حسب حجم حسب الحجم اذا 7 سم قديش اسم التمزقات؟ 18% يعني اذا ما رد عليك ما كثير بينزعجك يعني نسبة 19 اما اذا كانت عفوا اصغر
إذا كان فترة أكبر هي التمزق بيصير. دكتور إذا بعوا التوتر شو يعني؟ إذا يعني إذا كان فترة يصل تقريبا 40% بالنسبة عالي يعني كل اثنين تقريبا 1.5% فتعتبر نسبة عالية. إذا أنت اليوم فوق الواحد الواحد ثلاثة أربعة يعني أربعة سنتي أما متى ما تجاوز السبعة الواحد أنت تقوم ليه مسكين بالزوج يعني ماشي. طيب اذا واحد بعد ما عملنا له جراحه شو رايك اذا واحد عملنا له جراحه صح يرجع ينقص شو بصير معه شو الانذار كلمه الانذار بعد الجراحه يعني ماذا يحدث في هذا المريض حسب الجراحه بعد الجراحه هاي الاسئله اللي سويتها الناس تبعيها انه هاي انا لازم اعمل لها عمليه واذا ما عملت لها عمليه شو بصير طب اذا عملت لها عمليه خلص صحيت لا ممكن يصير اختلاف طيب اذا قد ايه معدل الوفيات اذا عملنا له عمليه 4% اذا نسبه الوفيات هي 4% هلا في عمليه جراحيه فيها 1% لا نسبه التخدير الصفر فاصله نص بالمية نص بالمية خلص هي في 1% ايه يعني الحقيقه حتى العمليات هلا عمليات قلب التقليدي 1% عمليات الصماميه 3 4 تصل للميلادي 5 فكلمة 4 لا تعتبر عادي 4 عادي كثير تعتبر عادي قديش بصير اختلاطات يعني نزل كذا موجود ايضا من 50 ل 10 طيب شو الاختلاطات اللي بتصير انتباهي؟ اي جراحه اختلاطها بتكون نزل مشان فزوع اي اختلاط نزف نزف ان كان طعم ممكن نتيجه نقص الضغط واثناء العمليات صار عنده كسور كلوي يعني دائما بكتير استنتج ماذا يحدث هي على فكره اكثر من تمام بتزيد عدة بعض الهي فأي عمل جراحي لازم قصور كلوي ممكن تساوي سمي ما في خسارات إذا أنا بساوي سكتة دماغية هلا ممكن فقدان الطرف يعني إنه إذا صار في تقصير ممكن يصير ضغط ممكن يصير احتشاء ممكن يصير عناني يصير إقفار ممكن شلل سفلي إذا كان عنده شذوذ بشريان الدفاع فكان وقت حطينا كلوسكلام احنا طولنا وهي ناشئ من تحت الهاي ممكن تصير عن شاء لكن كلها تأثيراتها ما تتجاوز 5% سبب اذا يعتبر من العمليات الجراحيه الجيده والناجحه و النكس في يعني مارو يعني نتائج هلا بنجي للبسودو سيوريزم كلمه بسودو كازي كازي بسودو كازي يعني نقص كازي نقص كازي الثاني بسودو يعني كاسي شو يعني انت كاسي؟ جدار امامي الجدار هي ليست قدم حقيقيه يعني ما عندي توسع بكامل الجدار وانما اتسرب شوي نعم اذا الجدار هو هي عباره فقط عن ورم دموي نسيج هي في ارتكاسي يعني ما عندي امتى بصير مادة من كاسي؟ امتى بتصير بما انه عم تقرا من الكفر امتى بتصير مهدده من الكاسبي؟ لما تكون في تسلخ الضغط هلا احنا شو بتجي هي شو هي؟ هي تسرب دم او تمزق الرعب اذا ما هي الاسباب اللي تساوي هالشغله؟ يا انتان يا رب يا بعد يا رب هي خلصت يعني اكثر وبتقول لنا اعمل مفاخره سابقه او سبب من حتى يعني تكون يعني انا كثير بنشوفها هي انه وقت انا عملت اي مفاخره جراحيه كان عندي قطبي هون تسربت جمع الدم الى الجسم الاغري الجنب ساوى حواليها فصار دم من دم كاس طيب شو تصنيفها؟ تصنيفها هي كنا ولادي السبب الالي هون كمان نفس الشيء هون طبيا اهم شيء تثبيت المشاكل كيف تصير تثبيت المشاكل؟ سبب مفاضل مثلا حطيت رقعة بس يا حطيت انا رقعة او سبب من او انا عم بشتغل بشيء وعقبه سقطته يا اعطيت ممنيعات كثير كثير يا اما كان اذا صار حقيقه كيف ما حنصرف بالسري بنحول مفارقه صار
اكثر شيء بنشوف اذا صار في ستروك وبعده بيجي التنميه. دكتور ايش الاليه بزياده التنميه؟ ليش زياده التنميه عم تعمل على اليوم بدك تساوي مبادره؟ نعم انت عم تساوي قطر بما الاتين. خليكم معنا شباب لان هي كثير بكره وقت بنساوي نحكي مضروب يا عم وعملنا نحن وصلنا عندي ما عندي زو تنزيل حيبقى في بيناتهم فانت بتلاقي اول ما بتساوي بيطلع شوي قدام شو بتساوي شاشه عليك فالحال مسكر اما اذا في مشكله هاي ما فبصير بيجمع مجمع ومسوي بضل الدرع يمشي سمعت ليش؟ هذا طيب الانتاني وين نشوف الانتاني؟ اكثر شيء اللي بنروح على المخدرات بيستخدموا مثلا انتاني بحدائق عامه كل واحد بيقدر يقول واحد لواحد لذلك لما الدول المتطورة صارت شو تسوي تجي تعطوني دبر تصير السرنجال تعطوني اياها مشان يقضوا على الاقل المحكمة إذا كان عندي صمام إنتاني وإذا كان عندي التهاب شغاف أسلاك إلى أيضا صمام إنتاني مساوى بالحرف السيدي وبسكر هاي مثل ما قلنا إنه بسكر الشرايين المغذية ممكن تصير انسقاب بيطلع بقى أسلام شريان بصير بالنسبة للمهدم الالتهابي كيف بتصير؟ هي إذا تخرجت الطبقة المتوسطة أو تسدت الأوعية المغذية، شو بنسميه؟ مين حدا شاطر في الأوعية المغذية للشريان؟ ممكن بساعة حكيتها. لا لا بتموت يعني بتموت الشريان بعد إنه انسداد الأوعية؟ إيه الباز تبعي يعني يا إما تكون خربت الطبقة المتوسطة أو انسد أو تخرب جدارك يعني أو كروزس أو سواء انسداد. أحيانا إحنا بنشوف إنه بعد انسداد الأوعية في القسطرة بدخل قسطرة واحد على كثير بشوف سي في مثل ما دائما سي في 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 صوره الصدر ليه؟ هتلاقي بتطالع برا يعني برا الوريد ممكن بقى شيء يسبب حمل او يسبب اكثر شيء كنا نشوفه التسريب اللي انت عم تخطبه انه قصيره وهذا بيدخل شيء بالطريقه فبتلاقي جاوز الشيء الوريد طلع الرضي طبعا اذا واحد اكل ضرب وعم بيسرب وما كان قص بيطلع دم بعدين بصير انت بتشوفوها هي عاده اذا هذا الكتله صار ضغطت على شيء يا اما بيعمل الم يا خدر يا اما اذا كان وعاء عمري سواء بلع مثلا او اذا النتيجه الكتله ضغطها على حتى تكون عاده النتيجه تكون بنسد هون الشريان دكتور اللي صار في الرد مو؟ بنسد الشريان اللي صار في الرد بيطلع بيت ما نجمع خلاص بسكر سكر بس انت بقى بتشوف لغايه ما سكر بخس ليك بس المشكله انه الامتداد اللي داخل السودان قد تطلع خسرات مو بصير خسر الوجود الناس هو الشريان الوجود نعم ايش فرق تماما الدمج عن الهيماتوم الكاذبي عندما الكاذبي عن الهيماتوم هذاك نابض هون غير نابض في صله مع الجو لا 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 تكنولوجيا خلالي هذا في الشريان لا الحقيقه انه ما في هيك جوف بالهيماتوم ما في جوف في سائل انما اكتشحت الدم والدليل عباره عن نسيج انت عم تقول عندك نسيج دم في 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 تسرب في السائل بس ما عمل جوف صار تجمع الجمود عندك صار تجمع عبارة عن غشاء وحجاب لا لا دم وأحاطه نسيج ضام جدار ليس الدم دخل بنسيج جالس تعرف كيف؟ أنت اليوم لما تشوف على الجدار أنك عندك عضلية ومكتشف فيها الدم أنت هون الدم طلع من الوعاء وقام حاطط نسيج ضام سواء بس هو بالأساس كنت يدمون تمام؟ هي البنات الأساسية هلا المقدم الشريان الناسوف هلا الحقيقه الناسور الشريان الوريدي بيعتبروه من انه من انواع امهات الدم الشريانيه هي انه عاده بيكون رب يتصل الوريد مع الشريان ف
فتصل نتيجه الجرح، او ربما نحن نساوي الفيس الذي تعرف انه مساوي الاثر، او لسبب ما تعمل عمل جراحي او اكل ضرب او حادث فساوى اتصال وريدي. ايضا هذا اللي بنسميه من هذا الدم وصفه. ليه؟ لانه انت عم تغير الجدار الوريدي غير جاهز اللي يمر عليه الضغط في هذا الدم. تعرف قديش الفرق بين ضغطين الدم؟ فرق كبير بين شريان الوريدي. الاشكاليه الكبيره انه بسبب عبء على الدم، اليوم عم تخسر في دم المؤكس، عم تخسر من المقصود في القلب ويرجع في الوريد. حمل بعد حمل قبل، لان عم زيد الحمل البعدي قبل الاثنين، لانه بعد وبعد، يعني انه عم يرجع عم يصير قبلي والبعدي فانت اليوم يعني حقيقه انه اللي بصير عندك سقوط نتيجه التناسل كبير تصير ما بيأثر بالذات بسبب سوق قلب عالي النتائج. في عندنا شيء بعد الدواسير هي بتكون صحه ولاديه، يعني مش هم ولدان مع هذا الناس سكر حولك شلون مش بس الناس هون خلصنا عد ايك الدولار دكتور التصوير الاوعيه هي عند العياده كيف بده الواحد يطلع منها نفخه نفخه بس ما بدك انت بس بدك هلا انت اللي بعد انت اليوم شو اذا شو بدك تشوف او ده شخص حسب ما كان يوصل اول شيء ايه طيب نعم. عدم تنازل الشيء الرئيسي الدم بده يمر فيه فبيعطينا اصوات في المكان الصغير وكان الدوبلر قوينا واحياء الدوبلر كافي بيحط الدوبلر بيعطيك دغري بيعطيك حجمه الدم وقديش فيه بدك تشوفه احسن بتعمل تصوير صغير تصوير معك هي في واسطه ثانيه تحليل غازات الدم الوريدي بتعرف الدم الوريدي السيتويشن عندهم حتى ليش ستيوريشن وريدي؟ ستيوريشن شو تسوي؟ ليش ستيوريشن وريدي؟ 70 هلا هلا بصراحة 70 ترى شوي بس إذا بتلاقي والله ستيوريشن بالوريد 80 معناتها في خفض دم شريان معه إذا غازات الدم بيخلص زيادة بتشوف إنه في دم الوريدي بكون عندك ستيوريشن ارتفع وضغط الوريدي بتلاقي عالي ليه؟ نحن نعرف الضغط الوريدي متقسم على 10 ما هيك؟ الضغط الجهاز متقسمه على 10 بيطلع معنا الوريد. اما لقينا ضغط الوريدي 40 عالي اكيد يعني اول شيء لازم يزيد عن 15 ل 20 سم. طيب علاج رائع الله علاج رائع الله علاج شو بتسوي بعد ما شفت تستصل عن النسوء؟ علاج جراح جراح اما الجزري من هون بعد عن شفا